بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في لقاء جديد وبرنامجكم مع النجمي، اليوم أسرة فريق مع النجمي في نجح حمادي لمشاركة الإخوة المسيحيين بعيدهم، بعيد الميلاد، وبدأنا الحفل بمشاهد من قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس بوهجورة. فتعالوا بينا نشوف جزء من القداس في الكنيسة.
الدار الوحيد يسوع المسيح الكلمة الذاتي الكائن في حضن الأب كل حين أتى وحل في الحشى البتول غير الدنس ولدت وهي عذراء كنيسة ماري يوحنا بنجا حمادي التقطت عدسة برنامج مع النجمة اللحظات الأخيرة في قداس عيد الميلاد الذي كان بقيادة قداسة نيافة الأنبا كورولوس، فنشوف برضو جزء من اللي حصل هناك. Yeah.
بعد انتهاء المناولة في قداس صلاة عيد الميلاد المجيد قالت الأنبا كرولوس الحبر الجليل انتقلنا اليوم النهارده 7 يناير عيد الميلاد المجيد من داخل دير الأنبا بضابة لنرصد لكم مظاهر احتفال العيد هناك. وكان لنا حوارا مع أحد أعضاء مجلس الشعب وكذلك أجرينا حوارات مع الموجودين داخل الدير. تعالوا نشوف جزء من الاحتفالية. أعزائي المشاهدين، وكان لنا لقاء مع رجل الأعمال والبرلماني البارز الأستاذ ماجد أديب فهيم. ذكر ماجد فهيم، يا أهلا بك أستاذ ممدوح. أهلا بك، كل سنة وعدك طيب. أنت بالصحة والسلامة وربنا يخليك. أولا يا فندم، هنا رسالة حب وطمأنينة للشعب المصري في 2020. يعني الحمد لله، وإحنا بنشوف التاريخ من ساعة الثورة لغاية النهاردة، وإحنا شايفين أن مصر بتتقدم بخطى ثابتة نحو الاستقرار ونحو السلام ونحو الرخاء. كل الناس اللي بتبص على مصر بيحسدوها على كم الإنجازات اللي حادثة فيها وحجم الاستقرار والسلام اللي يتمتع به الشعب المصري دونا عن سائر البلاد المحيطة. لما نشوف حوالين مصر هنلاقي كلها مناطق مشتعلة، لكن ربنا حمانا وحرسنا، والحمد لله بفضل جهود القيادات السياسية، سيادة الرئيس السيسي ووجود قوات مسلحة بهذه القوة وبهذه العتاد. الحمد لله ربنا حمانا وحفظنا، وبفضل ان الشعب ايد واحدة، مسلمين ومسيحيين في كل المناسبات بنلتقي على خير ومحبة، عايشين مع بعض، هدف واحد وقلب واحد ورؤية واحدة ان شاء الله نحو ان احنا نبني بلدنا كلنا بقلب واحد وايد واحدة ان شاء الله. الخير قادم لمصر في الايام اللي جاية، شايفين الثمار اللي ابتدينا نبنيها سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى المالي او على المستوى المباني وكمية الطرق اللي موجودة في مصر، الكهرباء، الصرف الصحي، المية. الدولة بتبذل كل المساعي ان هي تخفف العبء عن المواطن. حجم البطالة نزل من 12% ل 7.6%. كل دي مؤشرات بتقول ان احنا على الطريق الطويل والصعب لكن صحيح ان شاء الله. خير الله. خير. البرلمان الكبير الاستاذ ماجد طوبيا، انا علاقة شخصية بسيادته من قبل البرلمان، رجل اعمال كبير وعلى دراية بما يدور حوله. العمالة عنده متساوية، ليس مسلم ولا مسيحي، كلهم مع بعض سواء، وراجل يعني بيقضي على البطالة قدر الإمكان ومنهج وسطي. وكذلك برضو بشرة خير أعلنها للسادة المشاهدين، ولكن ما أود أن أقوله لسيادته الآن، طمأنة الشعب المصري. مصر عندها من الحنكة والحكمة ما يجعلها ما توقعش في الفخ المنصوب ليها. احنا بفضل ربنا بندعم الجيش الليبي بكل قوتنا كمصر، ومن مصلحتنا ان الجيش هو اللي يكون صاحب القرار، لان هو اللي امين على الشعب وعلى دستوره. فاحنا كمصريين بنعلن ان احنا مع فريق حفتر، واعلنها الرئيس السيسي بكل وضوح. لكن اعتقد ان مصر ما تتورطش في اي حرب خارجية، ومش احنا العراق اللي نستدرج لحرب الكويت، لكن بكل تأكيد احنا بندعم الجيش الليبي بكل قوتنا، وان شاء الله نوصل لان احنا نقضي على كل البؤر الارهابية اللي موجودة في ليبيا، ويرجع شعب ليبيا من جديد يبني بلده زي ما مصر كده ورئيس السيسي بنى مصر، والعلاقة ممتدة ما بين ليبيا ومصر. مش ممكن نتخلى عن اخوتنا، لكن اعتقد ان احنا مش في طريقنا للحرب، لكن بكل تأكيد الليبيين قادرين على الدفاع عن وطنهم، والجيش الليبي قادر على الدفاع عن وطنه،
وبفضل ربنا إن شاء الله كل الأمور هتكون على أفضل الأمور في الفترة اللي جاية، بغض النظر عن كل الكلام اللي بيقال من أردوغان وتركيا وقطر والبلد اللي بتحاول إن هي بأي شكل إنها توقع مصر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة فندم تقولها للشباب المسيحي والشباب المسلم بمناسبة أعياد الميلاد. نقول لهم أنتوا الأمل، وأنتوا اللي هتبنوا البلد، وأنتوا مستقبل مصر. تسلحوا بالعلم، اتأكدوا إن مفيش حاجة بتتبني بالساهل، مفيش حد بيبني مستقبله وهو حاطط إيده في جيوبه. لازم ندرس كويس، نتعلم كويس، في نفس الوقت نبتدي من أول السلم، لأن الحياة مرحلة بنصعدها، أو النجاح مرحلة أو سلم بنصعده خطوة خطوة. فمفيش حاجة، مفيش نجاح بيجي وأنت حاطط إيدك في جيب. لازم تتعب ولازم تبتدي السلم من أوله، لكن الحمد لله أنتوا جيتوا في ظروف البلد فيها بتقف والاستثمارات فيها بتزيد والمشروعات فيها بتزيد. فكر ازاي ممكن تبتدي ولو صغير، واجتهد وخليك شخص امين ومكافح. ان شاء الله ربنا هيكرمكم وتكونوا بتقودوا مصر في الفترة اللي جاية نحو باب الامان بفضل ربنا ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. تبقى اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والاخوة الاقباط جميعا بخير وبصحة وبسعادة. والنهاردة احنا بنحتفل كلنا جميعا مسلمين وأقباط بداخل كنيسة أبو ظبا، ودي عادة احنا تعودنا عليها من زمان، حاجة أساسية عندنا. ومبارح بالأمس برضو الحمد لله كنا عيد واحدة، وكنا في فريق من السادة النواب كانوا بيلفوا على جميع الكنائس في مركز أبو تشت ونجا حمادي وفرشوت على مستوى المحافظة. وربنا يعود علينا الأيام بخير بإذن الله وعلى مصرنا الحبيبة، وربنا يحفظ مصر. ومن خلال اللقاء بتاعك احنا دي رسالة احنا بنوجهها للشعب المصري جميعا، ان احنا ايد واحدة، وربنا يدوم علينا المحبة والإخلاص بين شركاء الوطن، وان شاء الله كده تعدي الأزمة اللي جاية وتبقى مصر في أمن وأمان بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. بالنسبة لفندم اللقاء بتاع سيادة الرئيس أمس في الكاتدرائية، وجه سيادته رسالة طمأنة للشعب العربي والشعب المصري. هذيك بتقول إن شاء الله الأزمة اللي جاية تعدي. هو بيقول إن شاء الله مفيش أزمات وإحنا ما بنخافش. لا إحنا ما بنخافش، لأن إحنا عندنا حضرتك خير. وعلى حد قول الرئيس برضو وكلامه قليل، بس كلمة بميزان من ذهب. والله انا كنت للاسف كنت امبارح معزومه في الكاتدرائيه، امبارح كانت اتوجهت لي دعوه، ولكن اعتذرت نظرا ان انا كنت متواجده بين اهلنا وناسنا هنا في نجا حمادي وفي ابو دشت. لكن انا بتكلم على اساس ان ان شاء الله اي حاجه هتيجي مصر، مصر قويه، واحنا عندنا خير جنود الارض. احنا الجيش المصري مستحيل اي حد هيقدر عليه، وربنا حامي مصر ان شاء الله، وجيش مصر ورئيس مصر، واحنا طول ما الرئيس القائد بتاعنا احنا مش خايفين، ودايما ان شاء الله احنا وراه وبنأيده في كل تصرفاته وكل تحركاته ان شاء الله. كلمة من حضرتك لأبناء نجا حمادي بالذات والصعيد. بص حضرتك، احنا هنا في محافظة جنة بالاخص احنا عمرنا ما قلنا اقباط ومسلمين، احنا دائما اسرة واحدة. وحضرتك انت ابن من ابناء نجا حمادي وبتشوف الكنيسة جنب الجامع، يعني اللي في الكنيسة بيشوف اللي في الجامع، واللي في الجامع بيشوف الكنيسة. فالنهاردة احنا عمرنا ما حسينا ان احنا في فرق بيننا ما بينهم، بالعكس احنا اسرة واحدة متكاملين مترابطين على الحلوة وعلى المرة، ودايما هم في اعيادنا معانا ودايما احنا في اعيادهم زي ما حضرتك شايف. فاحنا جزء لا يتجزأ من بعضينا، واحنا بنكمل بعض وهنفضل كده ان شاء الله لغايه ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالصحه والسلامه يا فندم، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، اليوم نجا حمادي كاحد مدن الجمهوريه تضرب اروع المثل في الوطن، وهو المحبه والتواد والتراحم ما بين قطبي الشعب. وكان لنا هذا اللقاء مع البرلماني البارز سياده النائب حمزه ابو سحلي. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا، كل سنه طيبين، كل عامكم بخير. وانت صحه وسلامه يا فندم. رساله تحب توجهها للشعب عندنا في الصعيد بمناسبه اعياد الميلاد.
والله انا بقول للشعب المصري بصفه عامه كل سنه وانتم طيبين. ده يعني اللي انت شايفه ده حضرتك اكبر دليل على تلاحم لحمه الشعب المصري من مسيحيين ومسلمين. انت لو بصيت على القاعه تلاقي اكتر من نصفها مسلمين جايين يعيدوا على اخوانهم الاقباط. يعني زي ما قال معالي الرئيس امبارح في الكتله الرئيه انه ما يخافينش من حاجه طالما احنا قلوبنا على بعض ونحب بعض. ان شاء الله مفيش حاجه تخوفنا تخوف مصر خالص، وان شاء الله في مصر في امن وامان وفي رباط ليوم الدين طالما في تلاحم بين الشعب المصري مسلم ومسيحي. لانه انا هقول لحضرتك حاجه، يعني في كل بني ادم هتلاقي لو بصيت على عين البني ادم هتلاقي عين الانسان فيها اسود وابيض. الاسود يرمز لعمة القسيس والأبيض يرمز لعدة الشيخ، فده أغلى شيء يمتلكه الإنسان هو العين. فالمسيحي والمسلم بنسبة في عين مصر بالضبط زي لا زي ده بالضبط. كل سنة وانتم بخير إن شاء الله، وكل سنة طيب مصر بخير إن شاء الله دائما. كل سنة وحضرتك بخير، أنت ألف صحة وسلامة. مش ألف وكان أنا هذا اللقاء مع سيادة المستشارة أماني أبو سحلي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بكم، كل سنة وحضرتكم طيبين وبخير يا رب، وربنا يديم المحبة والسلام يا رب دائما في مصر ويجعل بلدنا آمنة بإذن الله. هل كنت تقولي لي إن أنت يعني عرفيني بنفسك وبالسجى مشاهدين؟ أماني ماهر أبو سحلي فرشوط، صاحبة مبادرة سعيد بلا صقر، ورئيس لجنة مصالحات نسائية عن الصقر. أهلا وسهلا بك يا فندم. كلمة حب تحب تقوليها حضرتك للسادة المسيحيين إخواننا وشركائنا وشركائنا في الوطن؟ طبعا أكيد إحنا طبعا نسيج واحد ووطن واحد وشركاء في الوطن، فلا بد ان احنا نعيد على بعض. فانا امبارح في الكنائس كلها زرت جميع الكنائس بالورد الطبيعي، الورد كل كنيسه بدخل ببوكيه الورد، لان الورد ده هيكون اكتر حاجه للمحبه وللسلام، ويعني حاجه تعبر افضل من اي شيء. وبرضه هنا جبت بوكيه ورد معايا انا وداخله، فكله بيقول لي اشمعنا الورد، قلت لهم الورد هو المحبه والسلام، رمز المحبة والسلام. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب، وكل سنة وانتم طيبين، وشعب مصر بخير دايما يا رب، كده وفي أمن وأمان يا رب إن شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، وكان لنا هذا اللقاء مع اللواء نبيل بخيت، شخصية سياسية بارزة في رجع حمادي. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا 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 أستاذ ممدوح، والحمد لله على السلامة، وأهلا بكم. أهلا وسهلا. كلمة. كل سنة وانتم طيبين. أنت بالصحة والسلامة يا فندم. عاوزين كلمة من سعادتك للشعب المصري مسلم ومسيحي في هذه المناسبة بالذات. النهاردة عيد الميلاد المجيد، وإحنا بنحتفل فيه مصر من قديم الزمان، وإحنا هنا يعني بنهني كل المصريين مسلمين ومسيحيين ورياء عن رئيس الجمهورية وقيادتنا، وخاصة في الظروف اللي احنا فيها دي، اللي عايزة ان احنا نحسسهم ان هم واقفين جنبيهم. امبارح الرئيس بيقول انا لو انتوا حسسون ان كنتوا معايا انا هعمل، ما تخافوش وما تقلقوش. وبالفعل احنا لو ايد واحدة ما حدش هيقلقنا خالص، فان شاء الله احنا هنا رمز الايد الواحدة، وخاصة في مقر الامبا كرولوس هنا في نجح حمادي وفي دير الامبا بضابة. دايما يوم العيد ده بيبقى بيحسسنا ان احنا بالفعل ايد واحده، زي ما انت شايف كلنا مسيحيين ومسلمين، سياسيين وشعبيين وعامه وعمد ومشايخ واطفال وانا عندي السواء بتاعي جاي ويقول لي هدخل معاك، قلت له خش النهارده تخش معايا. نعم. قلت له خش معايا واحتفل. تمام. فكلنا هنا في نجح حمادي بندي رمز الايد الواحده، واحنا متميزين دي مش السنه دي ولا السنين اللي فاتت ولا مواسم الانتخابات، لا احنا متميزين من يعني من 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 زمان، من ايام ابويا ومن ايام جدي، واحنا ايد واحده في اليوم ده ويوم عيد الميلاد تحديدا، ان احنا لازم نبقى في ايد واحده. فاحنا بنوجه هنا رساله لرئيس الجمهوريه امبارح في الكاتدرائيه في العاصمه الجديده، لما احنا ايد واحده، احنا بالفعل ايد واحده، وان شاء الله كلنا هنبقى ايد واحده وما فيش استثناء حتى ولو واحد ان شاء الله. نتعرف على حضرتك الاول. مهندس كامل ابراهيم، مدير عام تنكب المتابعه سابقا، امين عام مساعد حزب حمايه الوطن بمدينه نجع حمادي، ومن احدى القيادات القبطيه الموجوده داخل المدينه. اهلا بك استاذ كرامه. كلمه عاوزك تقولها للشعب المصري حاليا بمناسبه الاعياد. لا انا مش هقولها للشعب المصري، فضل. انا هقولها للعالم اللي هيشوف اللي هيشوفنا على. تمام. الشعب المصري هو مصري بمعنى الاصاله والمحبه والاخوه والترابط الموجود بين اواصر الشعب، سواء كانوا مسيحيين او الاسلام، ده حاجه في الدم.
ما حدش هيقدر يفرجنا ولا حد هيقدر يتكلم علينا ويدينا في مجال تاني. تمام. المحبة أعتقد النهاردة مش النهاردة بس، ده في كل الكنائس وفي كل مستوى الجمهورية، ورئيس السيسي برضو زيارته امبارح بتعبر عن هذه المحبة. بالظبط. مش قصة إعلام ونطلع ونقول بنحب بعض والوحدة الوطنية، لا لا لا، الكلام ده احنا متجوزينه من زمان. الصورة هي خير دليل. احنا متربين مع بعض وبناكل في طبق واحد ومن أرض واحدة ومن مية ونشرب من مية واحدة. أعتقد ده ما فيش أوصى أحسن من كده. اطلع بره يعني احنا انا في مره كان عندي جماعه اجانب من هولندا بيقولوا لي انتوا ما تقدروش تعيشوا بره مصر، اللي بيعيش بره مصر ده معلش يعني مش هيلاقي المحبه والاخوه والتواصل الموجود ده ابدا، استحاله. واحنا يمكن في عيد الميلاد ليه رونق خاص، احنا ما ننساش ان جميع الاديان بتادي المحبه والسلام، وان القران وصى على الاقباط مصر بالذات مش اي اقباط ثانيه يعني مش اي حته ثانيه. نعم. وقال برضو جلسة البابا شنو ده يطلع عليه مصر ليس وطن معيش فيه، ولكن هي لما بلاقيها موجودة في شعارات في أكثر من مكان في أماكن إسلامية أن مصر وطن نحن نعيش فينا وليس نعيش فيه وليس نعيش فيه. بالضبط. فدي الكلمات دي مش تطلع بس، الناس دي البركة الكبار دي بتدي المحبة. كان مش عارف انا حتة المسلم والمسيحي والقبطي كان ده يعني ده استعمار، ده نوع من نوع الاستعمار. دي اكبر رسالة هنا بنشوفها حاليا، يعني يمكن داخل ال 70% كله مسلمين. بالظبط. جيمي هن صحيح، وجميع القيادات التنفيذيه والنواب واعضاء الشعب والتنفيذيين والكل على 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 قلب واحد جايين يفرحوا معنا في العيد. نصران المحامي نجي حماد، كلمه حب تحب تقولها لاخواننا المسيحيين في اعيادهم؟ احنا جينا نهنئ الاخوه الاقباط، متعودين كل سنه بنيجي نعيد عليهم، واحنا شعب واحد وطن واحد، وهم إخوة لنا وحبايبنا ووطن واحد، ودائما مع بعض في الواجب في الفرح في كل المناسبات. فبنقول لهم كل سنة طيبين ومصر بخير، وتجمعنا المحبة والمودة دائما يا رب، وإحنا شعب واحد وطن واحد. كل سنة طيب. وانت طيب يا أستاذ ممدوح. رد محمد علي السيد، مدافع عن حقوق الاحتياجات الخاصة. نعم. وأنا أحد الاحتياجات الخاصة، وجاي النهاردة أهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وكل سنة وهم طيبين، وكل سنة مصر بخير تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودائما إن شاء الرحمن في مودة ومحبة بيننا، وتحيا مصر. كلمة توجه حضرتك للشعب مصري مسلم ومسيحي. احنا نسيج واحد من يوم ما طلعنا في هذا البلد، نسيج واحد، اخوة متحبين مترابطين، بنود بعض في الافراح في الواجبات في اي شيء مع الجيران. لنا اصدقاء من الاخوة المسيحيين، وصداقة حميمة بيننا في التعاملات في الماديات في كل شيء، الحمد لله رب العالمين. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، وشكرا جزيلا على هذا اللقاء يا فندم. شكرا. طلعت بطرس قديس نجي حمادي. كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك يا فندم، كل سنة وشعب مصر طيب، وتحيا مصر يا فندم، ستحيا بي وبأولادي وبأحفادي كما حيت بأجدادي وشهدائي. تحية للسيسي وللجيش وللشرطة والصحافة والإعلام وكل شعب مصر. عاوزين كلمة من حضرتك كده لجموع الشعب بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة هنا، واحنا كلنا هنا ايد واحده، ما فيش كلمه مسلم ولا مسيحي والكلام ده كله، ما احنا ما خدناش عليه الا كل انا نفسي متربي ببيت مسيحي. فعاوزين كلمه من سيادتك كاحد اخواننا المسيحيين للشعب المصري كله. اولا مصر ما فيهاش مسيحي ومسلم، لانه دول اخوات بعض، ولاد عم بعض، اتواجدوا حضرتك في الحقل مع بعض، في المصنع مع بعض، احنا بنعمل فوانيس رمضان. انا كنت ساكن في شركه السكر نجا حمادي، كنت منظف الجامع يوم الجمعه لما ما يجيش العمال. ثانيا حضرتك الكلام ده مش موجود عندنا، اذا كان اختلط فتره ما الوضع، خدت بالك احتلال البلد، فطبعا ده كانت فتره زائفه، وكبرنا واجدادنا علمونا كما انا تعلمت. حضرتك خدت لك من قدوه ابي واخي المسلم، خدت بالك معامله الاخر، والمسيحي خدت معامله الاخر.
كيف نبني مصر؟ نبنيها بإيد واحدة مع بعض، نبنيها بكل شيء. يعني أنا مش تحت شرط أن أنا أكون رجل جندي بحارب في المعركة، أنا ممكن عندي معركة هنا في البلد أفهم الشاب حضرتك إيه اتجاهاته، أعين الدولة. خدت بالك مع مريض، أنا ماسك مسؤول الأرمان طيبة الأقصر، بأخذ مرضى خدت بالك الكانسر بعربيات الكنيسة، مسلمين ومسيحيين من جميع محافظات صعيد مصر للعلاج مجانا بالأرمان. وانا احس على التبرعات خدت لك للأرمان، ما فيش فرق بين مسيح ومسلم، لا يوجد خدت بالك هذا الكلام في وطننا الغالي. شكرا، كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه يا فندم. شكرا الله يخليك. شكرا. مع حضرتك جنب منعم، امنت المرأة في حزب الشعب الجمهوري ورئيس ومؤسس لجنه المصالحه النسائيه على مستوى الجمهوريه. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. كلمه تقوليها لاخواتنا المسيحيين النهارده في عيدهم واحنا جايين نعنيهم. والله انا اقول لهم كل سنه وهم طيبين ومصر كلها بخير، ودي عاده دايما احنا بنعملها كل سنه، ان احنا بننزل وفد حزب الشعب الجمهوري بنلف كل الكنائس الموجوده ابو تشت فرشوت نجا حمادي عشان نثبت للعالم كله ان مصر كلها ايد واحده وان كل المصريين نسيج واحد ومفيش اي فتنه ممكن تحصل ما بين الشعب المصري ابدا. شكرا يا فندم. ميرسي يا فندم. ميرسي حضرتك. كل سنه طيبين وانت بالصحه والسلامه ومصر كلها بخير وصحه وسلامه. متعرف على حضرتك؟ عادل النخلة، رجل أعمال نجا حماد. كل سنة طيب يا أستاذ عادل. وأنت بالصحة والسلامة يا سعادة. كلمة تقولها للشعب المصري ولإخواتنا في الأيام العيد. كل سنة والشعب المصري بكل طوائفه بخير وسعادة، ونتمنى لمصر مزيد من الرقي والتقدم تحت قيادة رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي، واللي بيعمله وجمع كل الطوائف الشعب وجمع الشعب على أساس يبقى خطوة واحدة وكلمة واحدة. وحاجة جميلة جدا كان الموقف امبارح في الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة. واحنا برضو كبرنامج مع النجم في قناة الصحة والجمال جينا النهاردة نشوفكم الفرحة، تبقى الفرحة بتاعتنا كلنا. كل سنة وحياتك طيب. وانت بالصحة والسلامة، وده شرف كبير لينا ونورتونا وشرفتونا، واحنا كده بنحس بالعيد أكتر معاكم. شكرا يا فندم. شكرا ليكم وشكرا، شرفتونا وحصلت البركة. الله يخليك يا فندم. تعرف حضرتك يا مدام؟ اسمي مجدة لطيف. أنا وسهلا. مدرسة وأنت طيب. مدرسة في الشهيد خيرت. لا أنا كنت حضرتك أستاذتنا كده، درست لنا قبل كده. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. كلمة عادتي في العيد تحب تقول إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، وإحنا تعبينكم معانا، وإحنا كلنا أسرة واحدة، وبنحس بالعيد لما كلنا بنتجمع مع بعضينا وبنحس بسعادة وفرحة. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. وحضرتك طيب. كل سنة طيبة السعادة. شكرا. كل سنة طيبين. شرفتونا ونورتونا حصلت البركة وأنا سعيد. وكان لنا هذا اللقاء مع سيادة الأستاذ الدكتور عباس منصور. أهلا بك يا فندم. أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. والحقيقة إحنا النهاردة بنعيد على أهالينا في نجا حمادي ونيافة الأنبا كرولوس، ودينا زي ما إحنا شايفين كل النواب الحقيقة حضرنا نائب سحر وبعض النواب كلهم جايين يعيدوا، وحتى أولادنا طلابنا اللي هم في الجامعات وفي المدارس كلهم النهاردة بيعيدوا. فبنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. ودي هي اللحمة الحقيقية، العلاقة الطيبة اللي بيننا كلنا مع بعضينا اللي إحنا محتاجينها أكتر في الفترة الحالية. الظروف الحالية تخلينا كلنا نبقى يد واحدة، كلنا بنحب بعضينا، ويعني ده مكسب كبير لينا احنا اولا والبلدنا، وعشان العالم كله يعرف ان مصر كلها متماسكة ومصر كلها يد واحدة. عادينا احنا زي ما احنا شايفين الكل هنا، ما فيش حاجة اسمها مسلم او مسيحي، الكل هنا بيعيد، الكل مبسوط، الكل سعيد. فبقول لهم بالتوفيق وكل سنة وانتم طيبين، ورب نعود الايام بخير علينا جميعا ان شاء الله. حضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. مع الاستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي. اهلا بك يا دكتور. يا اهلا وسهلا، مرحبا بس مندوح. احنا سعداء جدا لما تجيك ثاني مرة هنا في نجا حمادي. ربنا يبارك فيك، وانا اسعد، ويا رب مصر دايما اعياد ودايما الناس مبسوطة ودايما الناس مسرورة، وربنا يعود الايام على مصر كلها بكل شعبها بكل عنصريه بالخير والسعادة والمحبة دايما. واحنا في رحاب الانبا بنهني بأعياد الميلاد المجيدة، وده يعني بيدل على تلاحم الشعب وعلى ان بالفعل احنا شعب لا يجمعنا الا المحبة والمودة. ودائما يا رب راياتك مصر مرفوعة، ودائما يا رب مصر نسيج واحد وبلد واحدة ان شاء الله تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بنقوله على بركة الله يا رئيس، انت رئيس قوي وراك برضه شعب قوي بيأيد كل قراراتك في أي اتجاه لصالح البلد ولصالح المواطن ولصالح أمن وأمان البلد.
رسالة حب وطمأنينة من الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي إلى أبنائه الطلبة. كل سنة وانتم طيبين، ودايما أعياد ودايما مناسبات سعيدة، وإن شاء الله سنة سعيدة على الجميع. وإحنا حاليا بفترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتوفيق والنجاح والسداد، وبفترة الحصاد زي ما احنا بنقول، متوقع الأداء العالي الأداء المتميز بإذن الله تعالى. قبل يعني على الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني يكون كل الكنترولات أنهت أعمالها والنتائج أعلنت، وتتواصل العملية التعليمية في بيئة تعليمية جيدة. كل التهنئة لطلابنا وكل التحية والتقدير لشعب مصر. شكرا، كل سنة طيب. شكرا. أهلا بك أستاذ السيد. أهلا وسهلا بقناة الصحة والجمال وبحضرتك، شرفتك حمادي. عاوزين كلمة تهنئة من حضرتك لإخواننا المسيحيين، وكلمة تقولها للشعب هنا عندنا في الصعيد نجاح حماد. احنا قبل ما بنهنئ الإخوة المسيحيين نهنئ أنفسنا، لأن العيد ده مش عيد الإخوة المسيحيين بس، عيد مصر كلها. والنهاردة نجح حمادي بتضرب المثل الأعلى في الوحدة الوطنية، وإحنا هنا مزيج وخير مثال. نجح حمادي مزيج، ليس مزيج من المسيحيين والمسلمين مع بعض، وإحنا كلنا في أهل نجح حمادي في عيد اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومصر كلها بهذا النظام مسلمين ومسيحيين يشاركون بعض في المواسم المسيحية والإسلامية، والكل يشعر بمشاعر الآخرين. وخير مثل لذلك اللي حضراتكم شايفين انتوا دلوقتي، الفرحة تعم الجميع مسلمين ومسيحيين، لأنه الكل بيشارك، والكل مع الشعب نجح حمادي وجمهورية مصر العربية بأكملها بطائفتيها مسلمين ومسيحيين في عيد اليوم، سواء عيد مناسبة مسيحية أو مناسبة إسلامية، فالكل يشعر بالفرحة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه المودة والمحبة بين الجميع، وهذا خير مثل لشعب مصر المتماسك المترابط مع بعضه البعض في مثل هذه المناسبات. ففي السراء وفي الضراء نحن إخوة وليس طائفتين، طائفة واحدة تمثل الشعب المصري العريق. واليوم نهنئ أنفسنا قبل نهنئ أخوتنا المسيحيين، ونهنئ نيافة الحبر الجليل الأب كورولوس بهذه المناسبة، الذي له دور فعال في الترابط شعب نجح حمادي مع بعضه البعض، لأنه ليس للمسيحيين فقط، ولكنه رجل دين ودولة، رجل اجتماعي يتميز بعلاقته على حد سواء بين المسلمين والمسيحيين، وله دور كبير في عملية توازن في نجح حمادي ونشر المحبة بين الجميع. وكل عام ومصر كلها بخير، ورئيس مصر بخير، وشعب مصر بخير، وجيش مصر بخير، وجميعا نحن بخير، وكل عام والجميع بخير في هذا اليوم المبارك. كل سنة وانتم طيبين. انتم طيبين اخواننا المسيحيين والشعب المصري بالكامل، كل سنة هم طيبين، وكل سنة هو طيب الأب والأخ والحبيب نيافة الأنبا كورولوس أسقف نجح حمادي، الرجل اللي دائما نحن بنعتبره والدنا وأخونا الأكبر، ومعانا في كل مشكلة ومعانا في كل خير لنجح حمادي، وربنا يديله الصحة والعافية إن شاء الله. كل سنة طيب. شكرا. كل سنة طيب. كل سنة طيب سيدي. كل سنة كل سنة طيبين حضرتك، ومصر كلها بخير، والأخوة الأخباط في نجاح النادي، ومصر كلها والعالم كلهم كلهم بخير، وسنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله. كلمة تقولها لإخواتنا المسيحيين في عيدهم؟ بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى مصر كلها. احنا بيت العيلة من 2012 تم انشاؤه في نجاح حمادي، تاني بيت عيلة بعد اللي انشاؤه الشيخ الازهر والبابا شنودة، كان لنا الفضل احنا هنعمل تاني بيت عيلة في نجاح حمادي بعد بيت عيلة اسيوط. احنا تم انشاؤه 5 فبراير 2012، والحمد لله بيت العيلة ليه انجازات كبيرة وبقيادة الشيخ عبد الغفار والانبا كورولوس، وعملنا كثير من المصالحات والمؤتمرات على مستوى مركز نجاح حمادي كله. فالحمد لله احنا كل سنة بنتواجد هنا معهم، بنقدم لهم التأنة بمناسبة عيد الميلاد وعيد القيام المجيد. شكرا، كل سنة طيب. كل سنة طيب مندوع بيك. كل سنة طيب حضرتك. كل سنة طيب. استمر اللقاء مع الأستاذ نبيل سمائيل المحامي بالنقد. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا بك حبيبي، تشرفنا بيكم. كل سنة طيبين. أنتم صاحب السلامة يا فندم. كلمة تقولها سيادتك هنا للشعب المصري جميعا، وهنا للشعب القنائي ونجاح حمادي بالذات، تقول لهم يا في عيد. بنقول ان نجاح حمادي بتضرب المثل الاعلى في المحبه
والسلام والمودة الدائمة في كل المناسبات. احنا بنفتخر باخواننا المسلمين وهم بيفتخروا بينا في كل اعيادنا وكل مناسباتنا، واحنا هنا ما بنشعرش باي تفرقة ولا باي حساسية، وداء الفضل يرجع للقيادات السياسية والقيادات الدينية وأهل البلد الكرام اللي عودونا على هذا الوضع في كل المناسبات وفي كل الأعياد. كل سنة طيبة يا فندم. أنت طيب يا حبيبي، صحة السلامة. شكرا. رضا فهيم محارب، مدير عام بإدارة تموين نجا حماد سابقا، ومن مدينة سكان مدينة نجا حماد في 30 مارس. كل سنة وانت طيب. وانت طيب، وانت طيب، وانت بصحة بالسلامة، والقناة طيبة، ونشكر مشاعركم انكم انتوا تعبتوا وجيتوا وشرفتونا وشاركتونا العيد بتاعنا. واحنا في ضيافة قاسة الأنبا كرولوس كلمة توجهها للأمة العربية جميعا ومصر جميعا مسلمين وأقباط. نقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. انتوا يا جماعة تمام، احنا نسيج واحد، احنا أمة واحدة، احنا كلمة ايجيبت يعني ايه؟ يعني مصري. المصري ما فيش مسلم وما فيش مسيحي، والقيادة السياسية هي اللي عملت الحراك ده، القيادة السياسية بتاعتنا اللي خلت ايه الود والمشاعر والحب، وادت ايه، ادت ايه الوحدة، ادت المساواة، ما خلتش حد يعني ايه. وقدسة البابا تمام متمسك بهذا الموقف، يعني بيقول ايه لما يجوا لما حرقوا الكنائس، قال ايه، قال وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. نعم. فيعني ايه الأمة بتاعتنا نفسها والدولة بتاعتنا نفسها يعني احنا مثلا تلاقي ايه في عمارة واحدة تلاقي 10-15 واحد ساكنين مع بعض مسلمين ومسيحيين بيتزاوروا ويعمل، انما الفتنة او اللي هو مش فاهم الدين صح، سواء مسلم او سواء مسيحي او سواء اي دين من الاديان، اللي مش فاهم دينه صح هو اللي بيعمل الفتنة. انما ما فيش دين من الاديان يحض على الكراهية، ما فيش دين ولا الاديان ما ينصش على المحبة، كل الاديان بتنص على كده. فاحنا اللي فاهم دينه، انما اللي هو بيعمل الحاجات اللي هي ايه بتعمل الاحتكاك دي مش فاهم دينه وما يحبش الوطن. شكرا شكرا. كل سنة طيب. وانت طيب، وانت طيب، كل سنة، كل سنة طيبين. انت طيب سعادتك، وكل سنة طيبين، والشعب المصري كله بخير. اول اتعرف بيك مينا مجدي. كل سنة طيب استاذ مينا. وانت طيب يا باشمهندس. عاوزين حاجه طلع كده للشباب زمايلك هنا بمناسبه العيد. كلهم يعني شباب زي الفل، ونشكر الامن ونشكر القيادات والنواب، والحمد لله يعني الدنيا زي ما انت شايف كده، كل الناس مبسوطه وزي الفل، وما فيش اي يعني مبسوط انت؟ طبعا كلنا مبسوطين، وكل الناس وقيادات والناس ومسلمين ومسيحيين كلنا واحد، وكل الشعب المصري بخير ان شاء الله، وان شاء الله كده عيد سعيد على الناس كلها وعلى حضرتك وعلى كل سنه. انت طيب. وانت طيب سعادتك. عارف عليك ملك فضل الله. كل سنه طيب يا مازن. وانت طيب الله يخليك. كلمه تقولها لاخواتنا. انا بشكر قناه الصحه والجمال الاول، وبشكر باشمهندس الاكرام، وبشكر اخواتنا المسلمين والمسيحيين، وعيد سعيد على الناس كلها، وان شاء الله سنه حلوه على الناس كلها. كل سنه طيب. بشكرك. طيب. شكرا. طيب. كل سنه طيب يا جرس. وانت طيب. كلمة تقولها لأصحابك في العيد. كل سنة وانتوا طيبين، وكل عيد وعام وانتوا بخير يعني. تصبح السلام. خليك. تعرف على حضرتك؟ محسن فتحي. كل سنة حضرتك طيب. حضرتك طيب. عايزين كلمة من حضرتك في العيد دلوقتي تقول ايه؟ يعني بنقول للشعب كله كل سنة وانتوا طيبين، الجماهير كلها النهاردة عيد وعيد رسمي، يعني الكل بيعيد معانا بميلاد السيد المسيح، وربنا يعيد علينا الايام كلنا بخير يا رب ان شاء الله. كل سنه طيب. وانت بالصحه والسلامه. عيش. تعرف لحضرتك مريم. كل سنه طيبه. حضرتك طيب. كلمه لاهل زمايلك تقولوا في العيد. كل سنه وهم طيبين، وبلدنا تبقى كويسه بسلام وتبقى حلوه يعني. كل سنه طيبين. حضرتك طيب. تعرف حضرتك يا فندم ناهد رمزي. كل سنه طيبه. وانت طيب. كلمة تقولي عايزك كده لإخواننا هنا في العيد. يا رب يجعل كل سنة بخير ومصر طيبة، والعالم كله والعالم مصر كله بخير وطيبين، ويجعل الرخاء في بلادنا والأمن والأمان يا رب. حضرتك طيبة وسيدة فاضلة، وأنا برضو استشعرت مع حضرتك شعور يعني الأخت الكبيرة، وربنا نعمل اللقاء ده عشان ننقل للعالم كله إن إحنا هنا كلنا ايد واحده، ما فيش فرق ما بين مسلم ولا مسيحي، كلنا بنحتفل مع بعضينا. ها
زي ما الكاميرا جابت كنا شايفين. كل سنه وانت طيب. وانت طيب مسي خالص. شكرا لكم. شكرا. تعرف حضرتك بيتر كمال. كل سنه طيب استاذ بيتر. وحضرتك طيب. كلمه تقولها حضرتك للشعب المصري هنا العيد. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه مصر طيبه لجميع فئاتها مسلمين ومسيحيين. كل سنة طيبين بالنسبة للشعب المسيحي والشعب القبطي بالأخص. نتمنى تكون مصر كلها دائما في رخاء وكلنا مبسوطين النهاردة عشان الكل معانا. كل سنة طيبين وانت بصحة السلامة. شكرا. مع السلامة. كلمة من حضرتك كده للشعب المصري والعربي وهنا في نجع حمادي. كلمة تقولهم في مناسبة أعياد الميلاد. أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وشرفتونا ونورتوا نجع حمادي وبنيافة الأنبا كرولوس وجميع الآباء الكهنة. شرفتوا نجع حمادي وكل الموجودين هنا كلهم بيشكركم جدا. شكرا. كل سنة وانتم طيبين. في زهرة غريبة هنا شفناها من هنا ومع العلم يعني نسبة التعليم كبيرة جدا لكن معظم اخواتنا السيدات رافضين التصوير معانا. ليه ما اعرفش؟ والله دي حاجه شخصيه ما اقدرش اتكلم عليها يعني. شكرا. كل سنه طيب. كل سنه طيب. صحه سلامه. تعرف على حضرتك يا فندم بطس القمه السليماني يا فندم. نعم بطس القمه السليماني. كل سنه طيب. وانت طيب الله يخلي حضرتك. شكرا خالص. كلمه مع حضرتك تقولها للشعب هنا في مصر العيد. كل سنه وانتم طيبين يا رب كده ويا عم السلام والخير على مصر كلها يا رب مسيحيينها ومسلمينها يا رب ويمنع عنها الفتنه ويمنع عنها اي حاجه وحشه ان شاء الله. كل سنه طيبين. والله طيب مشكرين وشرفتونا معرفه كتير. تعرف يا فندم ايرين اونسي جيد. ايرين اونسي جيد. كل سنه طيب يا استاذه ايرين. وانت طيب. كلمة من حضرتك هنا لاخواتنا السيدات والجميع الشعب المصري والعربي بسبب العيد. احب اقول لكم كلهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يفرح قلوبكم كلكم. اسمك ايه يا حبيبي؟ بفز. علي صوتك. بفز. كل سنة وانت طيب. طيب. اسمك ايه يا حبيبي؟ توني. ايه؟ علي صوتك. توني. توني. كل سنة طيبين. وانت طيب. كل سنة طيب. كل سنة طيب. انت اسمك ايه؟ جرجس. كل سنة طيب. عاوز تقول ايه يا جرجس انت؟ بص الكاميرا كده. عاوز تقول ايه؟ كل سنة طيب. كل سنة طيب. وانت بصحة السلامة. شكرا. تعرف عليك. اسمي جوزيف. كل سنة طيب استاذ جوزيف. وانت طيب ربنا يخليكم وشكرا على تعبكم كده وبتعيدوا علينا كده. مع النجم خالص الصحة والجمال. ربنا يخليكم وشكرا خالص على التعاون والمحبة الكبيرة اللي انتوا عاملينها مع بعضينا واحنا كلنا أسرة كده حلوة مع بعضينا وعيد سعيد. ونشكر كل القناة وكل العاملين فيها انها جاية تعيد علينا في هذا العيد وشكرا خالص لحضرتكم. كلمة تقولها في يوم العيد النهاردة في يوم عيد الميلاد المجيد لجموع الشعب المصري والعربي بمناسبة العيد. كل سنة احنا طيبين مع بعض وأسرة واحدة ومتجمعين مع بعض كلنا ويا رب نكون ايد واحدة ما فيش مسلم ومسيحي فكلنا اخوات وعلى قلب رجل واحد في هذا الوطن وورا السيسي في كل حاجة وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا وبميلاد هذا المسيح لهذا البلد يبقى ميلاد مبارك وميلاد سليم وسلام وما فيش اي مشاكل ان شاء الله ولا اي حروب. شكرا. ان شاء الله. شكرا. ربنا يخليك. اقول كل سنه وانتم طيبين. لا ما تقوليش كل اسمك ايه؟ قول اسمك ايه الاول؟ كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين. اسمك ايه؟ خلاص بس شكرا. شكرا يا شكرا. 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 باي. عندي مسرعه عندي مسرعه. شكرا. ربنا يخليه لك. شكرا. ممكن تعرف حضرتك؟ اتفضل. تعرف عليه؟ مهندس مهندس زراعي فوز كامل بهجور. كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه سعادتك يا باشا. عاوزين كلمه منك كده بمناسبه عيد الميلاد المجيد. كلمه انا اولا اشكر اسره القناه واشكر كل العاملين فيها واشكر بخص الشكر الاستاذ ممدوح على مجهوده اللي بذل فيه مجهود شاق في البرد القارس وقام بتغطيه العيد. العيد بتاعنا عيد السيد مسألة المجد عبارة عن كل محبة رسالة محبة ورسالة سلام وبحضور نيابة الحبر جيل الأنبا كرولوس وتعليماته بتنفيذ وصايا الإنجيل المقدس اللي هي حب بعضكم بعضا فالمحبة للجميع لا فرق بين مواطن من مواطن. الأنبا كرولوس ربنا يديه الصحة زرع فينا المحبة منذ أن دخل أبرشيت نجا حمادي فرشوره وجوره وطشته توبه فاحنا بنحب الجميع وإنجيل بتاعنا وتعليماتنا بتقول حبوا أعداءكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم
فالمحبة بتاعتنا حقيقية نابعة من العقيدة المسيحية بتاعتنا. وعلى حد علمي برضو كمطلع في الإنجيل هناك آية الله محبة تكون بين الناس متحابين. متحابين ده حقيقة، ده حقيقة، ده حقيقة، ده حقيقة. حب بعضكم بعضك وحب قريبك. من هو قريبك؟ نعم. تفسير قريبك كل إنسان مخلوق على وجه الأرض هو قريبي، مش قريبي اللي هو في الدرجة الجسدية. نعم. أخويا أبويا، لا، كل البشر قريبي، أقربائي، كل البشر أقربائي. مسيحنا وإنجيلنا علمنا كده. شكرا باشمهندس، كل سنة وحلق طيب. أنت بالصحة والسلامة، وأشكرك 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 وأكرر شكرا على مجهودك الشاق اللي بذلته لتقضية مناسبة عيد الميلاد المجيد. شكرا، كل سنة طيب. أنت بالصحة والسلامة. قداسة نيافة الأنبا كورولوس أسقف نجا حمادي، أهلا بك في الصباح. أهلا بسيادتكم، وشرفتونا ونورتونا، وكل عام وانتم طيبين. برنامج مع النجمي قائد الصحة والجمال بالصبر. لا، قائد الصحة والجمال كلكم، كلكم جمال وكلكم حب وكلكم أخوة ومشاركة طيبة. أولا نحن بنهني حضرتك برجوعك بالسلامة من رحلة العلاج، وربنا يخليك لينا جميعا أقباط ومسلمين. إحنا جميعا بنحبك ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى العمر المزيد، ودائما في خدمة الكنيسة وخدمة الوطن. كلمة من نيافتك لشعبك جميعا في عيد الميلاد المجيد. أولا أنا بعتز اعتزاز خاص لمعيشتي في وسط شعب الأورشية هذه ل 42 سنة. وجدت في شعب الأبرشية وحدانية ومحبة كامل، مفيش تعصب ولا تناحر بين الطرفين، وكلنا مسلمين ومسيحيين بنعيش تحت مظلة الحب الكامل. الحسب العالم بيقول حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أيضا، ولا يوجد شيء أعظم من المحبة. وبهذه الآية احنا بنتعامل باستمرار في كل الأمور، في السراء والأطراح أو كل المناسبات. ما الواحد ما قدرش يفرق بين مسلم ومسيحي في كل الظروف، وإحنا هنا بنعيش في محبة كاملة طوال 42 سنة، وده بيدل على أصالة الشعب في قطاع شمال جنة، على الحب والود والمؤاخاة والمشاركة بينهم وبين بعض في أغلبية الأعمال. يعني نلاقي مثلا في شغل الزراعة مسلمين ومسيحيين مشاركين بعضهم في الزراعة، في حصيد، في توريد المحصولات للجمعية التعاونية أو للبنك التسليف، وبها بتمشي الأمور في منتهى الهدوء بعيد عن كل المشاكل. فبالتالي احنا بنقول وربنا يكمل إن الحب السائد في هذه المنطقة بين الطرفين هو حب نازل من الله ومحبة من ربنا. زي الآية بيقول إيه، حبوا بعضكم بعضا كما حببتكم أنا. وبهذا الحب احنا عايشين على 42 سنة لغاية دلوقتي، ما شفناش أي تناحر أو أي احتكاكات أو أي تمزيز. فأنا بعيش مع الشعب كله، بحس محبته في الأعياد، بحس محبة الشعب كله في أي مناسبة من المناسبات، ولا أحد مش بيحس بتفرقة بين الشعب كله، ولكن شعب مسيحي. وده ما يمتاز به قطاع الشمال في محافظة جنة، المحبة الواحدة بين كل أبناء الشعب. شكرا قدسة اللمبة، وكده أنا يعني نزل لظروف صحتك الصحية والضغط الشديد على سيادتك ومجهود من أول امبارح. يعني كلمة أخيرة كده نودعك بيها، على أمل أنك أنت وعد مع حضرتك بعد ما تفضى يكون لنا لقاء مفصل بالتفصيل مع سيادتك. أولا الأزمة الصحية اللي أنا مرت بيها من ساعة شهر أكتوبر في 2019 لغاية دلوقتي، شفت مشاركة قوية جدا من كل شعب الأورشية مسلمين ومسيحيين. الكل بيسأل وكل بيجي يطمن،
والكل بيصلي ويدعي عشان ربنا يتم الشفاء. وهنا بحس بالاخويه الكامله بين الطرفين، وبيها انا بعتز بهذا الشعب وكل الناس في كل مكان، في القرى وفي النجوع في المدن. واحنا نحمد ربنا، نطلب من ربنا برضو نكمل هذا الحب الى المنتهى، ويبعد عننا الحاقدين واصحاب الاغراض، ولكن كلنا شعب واحد، كلنا بنعيش في ارض واحده، وطن واحد مصر. مبارك هو شعب مصر. شكرا شكرا ستون. العفو، تعيش، شرفتونا ونورتونا، ونقابلكم في كل مناسبه طيبه. شكرا، سعدك بخير. انت بالصحه والسلام. شكرا. وفي نهايه هذا الحوار سعدت بكم، واتمنى ان اكون قد اسعدتكم، على امل ان نلقاكم في لقاء مقبل باذن الله تعالى.